كم عايز منك؟ لا ابراهيم خالف تعرف يعني خالف تعرف مش فاهم مش فاهم. بس انا عايز اقول حاجه فاروق قبل ما نبتدي. الناس ما اتفقتش على الله سبحانه وتعالى. ليه كده؟ اختلفوا. مش كده؟ مش في ناس متحدة؟ ما بتعملش يعني مش ده الحد. استغفر الله العظيم يعني. استغفر الله العظيم صحيح. ما انا ماشي. ولا اتفقوا على الانبياء. هي وجهة النظر الثانية. يعني ولا اتفقوا على الانبياء. تمام. مش سيدنا موسى مش كل الناس امنت بيه. سيدنا عيسى مش كل الناس. سيدنا عيسى على فكرة الدين المسيحي انتشر بعد وفاة سيدنا عيسى. بعد ما كانش موجود بش... بعد رفع سيدنا عيسى لربنا سبحانه وتعالى. سيدنا محمد لحد النهاردة في ناس مش ما بتؤمنش بالإسلام. انت واخد بالك؟ هي دي طبيعة الحياة. ان الاختلاف ده واحد بقى يقول لك ايه. انا كان عندي لعيب بيلعب معايا في البرتغال بيقول لك الدنيا اتخلقت لوحدها. والله ما بهزر. طيب عادي ده معتقداته. قال لك الدنيا فكرة. يا ابني مين اللي خلق؟ قال لك ده الطبيعه لوحدها. يا ابني معقول الطبيعه تطلع تقعد تكلم يعني ايه؟ يعني تقعد عايز تقنعه خلاص. فدي وجهه نظره. هو ليه الناس عايزه الناس كلها تمشي في وجهه نظر واحده؟ يعني انا اما اختلف واقول ان النادي الاهلي موسيماني مش قد النادي الاهلي. ده اختلاف وجهات النظر. ممكن راجل يحقق نتائج. ده رأي يا عم. واحدة واحدة نجاحات بعد كده. والله لو هو حقق نتائج يبقى الراجل سمع. يعني أنا مرة في لا بقى ما اسمعش كلامك بقى كابتن. طب استنى ما اسمعش سمع كلامك. أنا مرة في تونس يبقى أنت كنت غلطان. 2004 كنت بقى كانت بطولة أفريقيا في تونس. وتونس أول مباراة عدلت فيها. وطلعت قلت إن لعيبة تونس وقعدت شرحت لعيبة تونس. فلعيبة تونس لما سمعوا إن أنا ده رأيي فيهم وانهم سخنوا. والله ما بهزر واقسم بالله. وحتى ماشي صادق يا كابتن. طبعا صادق. سخنوا وخدوا البطوله. انت واخد بالك؟ انا ما بتكلمش بقول لك اسخنوا. لا انا دي وجهه نظري. يعني انا شايف ان النادي الاهلي ده اكبر بالنسبه لي. طبعاً انا عارفه. ده كبير جدا جدا جدا. والله دي تجربه فيها ريسك. اوعى تقول لي انها مضمونه. مفيش تجربه في الدنيا مضمونه. ما اي قرار اداري يا كابتن. الله ينور عليك. ليه الريسك بتاعه يعني. يبقى عايز بقى لو التجربه دي نجحت هنضرب تعظيم سلام ونقول احنا عم غلطانين. بس ما انا بقول لك بقى ما اسمعش ان هو سخن اسمه ان انت غلطان. واحده واحده. ما مش تحليلك للموقف في الوقت ده غلط يا عم الحاج. احنا اتعودنا اني اتربينا على كده. اني لما نغلط نقول احنا معلش اسفين نتاسف. تمام. انت واخد بالك؟ انما حتى لو اللي بتاسف اللي اصغر مني ده مش عيب. صحيح. ده دي الشجاعه ودي القوه. انت واخد بالك؟ انما ما يبقاش في عند. المساله مش عند. المساله فاروق مساله. انا دي وجهه نظري. النادي الاهلي اكبر من ان لا لازم كاتيجري معين يجي يدرب النادي الاهلي. انا ما كنتش طب انا ما كنتش طب انا ما كنتش مع بايلر. انا ما كنتش مع بايلر. بس انا ما اعرفش فايلر اصلا. انا اصلا ما اعرفش فايلر. في مدربين على مدار تاريخ النادي الاهلي كانوا اصلا ما حدش يعرفهم. واحنا ما كناش بنهاجمهم. ومنهم على فكره مانويل جوزيه. بس عشان نبقى حبيب قلبي. انا ما كنتش في الاول مع مانويل جوزيه. اوعى تفتكر ان انا كنت في الاول مع مانويل جوزيه. لان انا كنت عايز النادي الاهلي يجيب فينجادا. انا بقول لك اهو اسم في الوقت ده. فينجادا كان بيدرب منتخبات ومانويل جوزيه ما دربش منتخبات في التوقيت ده. منتخب واسم فينجادا كان اقوى. لان انت جايبين مانويل جوزيه في التسعينات. كنت انا لسه راجع من البرتغال. فانا اللي كان عندي المعلومه. لا في اوائل 2000 ماشي. ما يعني حتى بقى 2001 ولا 2002 ولا حاجه كده يعني. يعني كان مسافه قريبه بيني. ولذلك فينجادا جه للمنتخب الاول وبعد كده فينجادا راح نادي الزمالك. وجاب لنادي الزمالك دوري. فينجادا جاب لنادي الزمالك دوري. فدي وجهه نظر. انت حر فيها. انت عايزين الناس كلها تمشي يعني نعمل كده ونمشي. ما هو برضه خلينا بالك يعني نقول لك كابتن. بس انا هقول لك الكلمه. وبعدين جمال جبر انا بقول له اهو كابتن جمال. انا معلش جمال جبر هو اللي مسؤول. انا مسؤول عن كلامي. انا بالنسبه انا مسؤول عن كلامي. مش اي حد. بس انا مسؤول عن كلامي. انا مسؤول عن كلامي. انا بقول لك انا مسؤول عن كلامي. انا مسؤول عن كلامي. اتفضل. جمال جبر اللي ماسك اعلام النادي الاهلي له يوم. انا بقول لك اهو له يوم.
جمال جبر اللي كان جاي 40 كيلو. اسمع يا كابتن، انا اللي بتكلم. سمحت يا كابتن، انا اللي بتكلم يا عم، انا اللي بتكلم. اتفضل يا كابتن. هو انت اللي بتتكلم؟ انت ما تسيبني اتكلم يا فاروق. ماشي يا كابتن. الله، انت هتحجر عليا انت كمان؟ لا انا مش هحجر عليك، قول اللي انت عايزه. انت 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 راجل مالكش دعوه. انا ده وجهه نظري المهنيه بس. دي ما دي مهنيه. طيب هو المهنيه ان انا اتشتم؟ المهنيه يا ابن النادي الاهلي حتى لو اختلفت اتشتم؟ امال مين اللي يتحايا؟ مين اللي يتحايا؟ جمال جبر والكتاب بتاعته؟ لا، جمال جبر اللي بياخد 80 و50 و120 و130 وبص بقت قد ايه. لا لا، كل واحد يتحط في حجمه، كل واحد يتحط في حجمه. احنا بس مش عايزين، ما ينفعش حد، ما ينفعش حد يتطاول على رموز. احنا مش عايزين بس البرنامج هنا ان هو احنا بنرد على ناس يا ابني. احنا لا بص وان احنا ناخدها يا فاروق. انا مش جاي انا انا انت بذمتك ودينك انت جاي عارف انا هقول ايه؟ لا انا ما اعرفش. انت نجم كبير قد كده، النادي الاهلي حاجات كتير جدا. انت دلوقتي انا راجل الاهلي هو اللي عملنا كلنا. انا راجل، انا راجل ضيف عندك. انا راجل ضيف عندك. اتفضل يا كابتن اتفضل. والبرنامج هنا فيه حريه، والاعلام في مصر كله فيه حريه، واللي عايز يقول حاجه بيقولها. بس هو الراجل مش موجود معانا عشان يا عم يطلع. اهلا وسهلا، هاتوا على التليفون، يلا هاتوا على التليفون اتصل بيه يا عم. اهو ما احنا بنقول اهو عشان الراي والراي الاخر. ما تجيبه على التليفون. مين يا كابتن اللي وصلك ان استاذ جمال جبر بيعمل كده؟ يا عم اسمع اللي بقول لك عليه. اسمع اللي انا بقول لك عليه. جمال جبر لما بيبقى قاعد في الصفقه بتاعت يطلع احمد سعد ويقول لك جمال جبر قاعد في صفقه بيراميدز مع رمضان صبحي. طب هو ما بيطلعش يعني؟ ما حدش طلع نفى الخبر ده يعني؟ لا يعني تشتغل على كل الوشوش. طيب عايز يطلع يرد ويواجهني، اهلا وسهلا. طيب انا مستعد، اطلبوه وهاتوه. طيب خلاص يا كابتن، خلينا بس